أعلنت قيادة الشرطة ديالى عن انطلاق خطتها الأمنية الخاصة بالانتخابات البرلمانية، حيث تم نشر 15,000 مقاتل لتأمين حماية أكثر من 400 مركز انتخابي. قامت قيادة شرطة ديالى بقواتها في كافة صنوفها وبأعداد تقدر بأكثر من 15,000 منتسب بحماية المراكز الانتخابية في عموم أرجاء المحافظة، والبالغ عددها 41 مركز تسجيل و483 مركز انتخابي. تم تطويق هذه المراكز بثلاثة أطواق أمنية، الطوق الخارجي هو لقيادة للجيش العراقي البطل، والطوقين الثاني والثالث يقع على عاتق مديرية شرطة محافظة ديالى. تم وضع كافة اللبسات الأمنية والخطط الأمنية المحكمة والبديلة من أجل إنجاح هذه العملية الانتخابية، حيث أكد مواطنون من أهالي ديالى بأن الانتخابات المقبلة مهمة جدا لدينا، لأنها ستكون منطلقا لتغيير واقعنا في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وعلينا باختيار الأفضل، وإلا سنعاني لأربع سنوات أخرى من سوء الخدمات والظروف الاقتصادية المتردية. طبعا اكيد اليوم العراقيين سيتحدون كل الظروف الامنيه الصعبه، كل الظروف العصيبه اللي مرت على محافظه ديالى بالخصوص وعموم العراق، وراح يتحدون ويتحدون الصعاب من اجل شيء واحد، هو تغيير. التغيير مطلوب اليوم. اليوم العراقيين عازمين ومصرين على عمليه تغيير الفاسدين الذين جثموا على يعني صدور العراقيين لسنوات عديدة، سنوات من الجوع، سنوات من قلة الخدمات، سنوات من سرقة المال العام. اليوم نطمح للتغيير. يبقى العراق بحاجة إلى برلمان حقيقي ينتشل البلاد من أزماتها، فهل تكون الانتخابات الترياق لكل ما نزل بأرض الرافدين من داء على مر السنوات المنصرمة؟ هذا ما يتأمله العراقيون. من محافظة ديالى حسن الشمري، التغيير الفضائي.